أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا إحنا في محاضرة لمدخل إدارة الأعمال، مدخل إدارة الأعمال، حناخد طبعا الفصل السادس اللي بتحدث عن وظيفة العلاقات العامة والبحث والتطوير. طبعا هذا الفصل له العديد من الأهداف. أولى هذه الأهداف اللي هي التعرف على مفهوم العلاقات العامة، وكذلك التعرف على أهمية وأهداف العلاقات العامة، التعرف على تعريف مكونات العلاقات العامة، والتعرف على أنواع العلاقات العامة، والتعرف على التنظيم الإداري للعلاقات العامة، والتعرف على مفهوم البحث والتطوير وأهميتها في الشركات، والتعرف على أهمية وأهداف البحث والتطوير. طبعا فيما يتعلق موضوع اللي هو العلاقات العامة، من المواضيع المهمة جدا والتي أولت لها المنظمات اهتماما كبيرا، وخاصة بعد المنافسة الشرسة العالمية. كان في البداية طبعا موضوع اللي هو العلاقات العامة لا يولى لها الاهتمام الكبير، ولكن بعد ذلك طبعا أصبح لها اهتمام كبير لما لها من أهمية في توصيل رؤية وأهداف المؤسسة للجمهور، لأنه طبعا الجمهور هو له الرأي قوي، يمكن أن يؤثر على المؤسسة، وممكن أن ينجح المؤسسة، ممكن أن يفشلها طبعا الرأي العام. فبالتالي العلاقات العامة أهمية كبيرة في دائما تحسين صورة المؤسسة لدى الجمهور الذي تتعامل معه. طبعا العلاقات العامة هناك نوعين، علاقات عامة داخلية لها علاقة طبعا بالعاملين داخل المؤسسة، والعلاقات الخارجية طبعا لها خارج المؤسسة. مفهوم العلاقات العامة، طبعا هناك العديد من التعريفات فيما يتعلق بموضوع العلاقات العامة. فمثلا الجمعية الدولية للعلاقات العامة عرفتها إنها كوظيفة تخطيطية، فقالت بأنها وظيفة إدارية ذات طابع مخطط ومستمر، تهدف من خلالها المنظمات والهيئات العامة والخاصة إلى كسب وتعاطف وتأييد أولئك الذين تهتم بهم والحفاظ على ثقتهم. يعني أهم شيء بدها تحافظ على ثقة الجمهور اللي بتتعامل معه، طبعا عن طريق تقييم الرأي العام الخارجي المتعلق بها، من أجل ربط سياساتها وإجراءاتها قدر الإمكان، لأنه ما بدناش نكون الرأي العام بيختلف عن اللي هو يعني، بمعنى لازم يكون هناك يعني الإيجابي الرأي العام لدى المؤسسة. فبالتالي مش بدناش يكون مثلا المؤسسة تشتغل بجانب والرأي العام يقيمها بجانب آخر، طبعا هذا بسبب طبعا فشل للمؤسسة. علشان هيك دائما العلاقات العامة بتسعى جاهدة إنها تعرف تعرف على الرأي العام وتقيمه، حتى تستطيع إنها تعيد ترتيب أهدافها من أجل اللي هو كسب ثقة الرأي العام، ومن أجل تحقيق تعاون مثمر أكثر، ومن أجل مقابلة المصالح العامة بدرجة أكثر كفاءة عن طريق تخطيط المعلومات ونشرها. طبعا هناك الكثير من التعريفات فيما يتعلق بموضوع العلاقات العامة، ولكن باختصار العلاقات العامة هي عملية تحسين صورة المؤسسة لدى الرأي العام، وكذلك بمعنى رأي الجمهور الداخلي داخل المؤسسة والخارج. فبالتالي دائما تسعى العلاقات العامة إلى تحسين صورة المؤسسة. طبعا فيما يتعلق موضوع اللي هو مكونات كل التعريف، بتحكي انه هناك وجود فريق اللي بيتعامل مع المؤسسة، جهود مبذولة اللي هو تحسين صورة المؤسسة لدى هذا الفريق، كذلك إقامة علاقات طيبة، واستمرار أهم شيء العلاقات الطيبة، لأنه العلاقات هذه ما بتنتهي بين ليلة ويوم، لا لازم تظلها إيش بشكل أو مستمر. طبعا في أطراف للعلاقات العامة، سواء كانت علاقات طيبة تكون بين إدارة الأعمال أو المؤسسة وبين الموظفين والمستخدمين، طبعا هناك الكثير من العلاقات الطيبة لازم تكون داخلية وخارجية. كذلك الأمر، الجمعية الفرنسية عرفت العلاقات العامة بأنها الجهود التي يبذلها فريق ما لإقامة علاقات الثقة واستمرارها بين أعضائه وبين الفريق وبين الجماهير المختلفة التي تنتفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها المؤسسة. إذن هناك فريق يبذل جهودا كبيرة من أجل إقامة علاقات طيبة بين اللي هو الجمهور الخارجي أو الداخلي. نجي نحكي موضوع اللي هو خصائص العلاقات العامة. طبعا لكل وظيفة لها خصائص، فلو أجينا نحكي عن موضوع خصائص العلاقات العامة، هي وظيفة أساسية من وظائف الإدارة، لا يمكن أن تستغني أي مؤسسة عن العلاقات العامة نظرا لأهميتها في الارتقاء بالمؤسسة.
وظيفة ذات أنشطة مستمرة ما بتنتهي، نقول والله خلص اليوم بدنا نسوي نشاط ونقعد، لا، بشكل ايش مستمر، يعني بمعنى خلق اللي هو رأي عام إيجابي لدى المؤسسة يحتاج إلى الاستمرارية في هذا الجانب. طبعا هي وظيفة ذات طبيعة وخاصة تختلف عن الوظائف الأخرى زي الإنتاج زي التسويق زي الترويج، لا، هذه لها علاقة، لأنه بتحكي عن علاقات، كيفية اللي هو توثيق هذه العلاقات. طبعا وظيفة اتصالية ذات تأثير متبادل ما بين اللي هو الجمهور سواء الداخلي أو الخارجي، أو الجمهور أو المؤسسة، فبالتالي هذا مهم جدا تكون اللي هو عملية اتصال ذات تأثير. طبعا هي علم وفن، علم له قواعده وله قوانينه وله نظرياته، وفن في تطبيق هذا العلم. طبعا الهدف منها دائما تسعى إلى تأييد وكسب ثقة الآخرين. طبعا نشاطها طبعا بيكون ذو اتجاهين، خارج من الخارج الى الداخل، كيف بمعنى تكسب رأي اللي هو الجمهور الخارجي وتدخله المؤسسة بحيث انه يكون هناك فعلا اقتناع تام من الجمهور الخارجي الى الداخل، او من الداخل من داخل المؤسسة الى الخارج، فبالتالي الاتجاهين هذا مهم جدا في كسب ثقة الجمهور. طبعا أهمية تعتبر عملية العلاقات العامة نظام مفتوح، أهم شيء إنه راح يتعامل مع البيئة المحيطة فيه، يعني مش والله بس حيدخل يشتغل داخل المنظمة أو المؤسسة، لا، هو أهم شيء شغله إنه داخل وخارج المؤسسة. وترتبط ديناميكية هذا النظام بقنوات للمعلومات المرتدة، أهم شيء بده يشوف إيش رأي الجمهور الداخلي أو الخارجي في هذا الجانب، ويحاول إنه يعني يتلمس إيش شكواهم، ويحاول إنه فعلا يعمل على علاجها، وإيش عندهم أي استفسارات يحاول إيش يجملها ويرتبها. تعتبر المعلومات المرتدة إيجابية طبعا اذا كان كسب ثقة الجمهور او الرأي العام الخارجي، طبعا المعلومات حتكون الكل حيمدح فيها الشركة، لكن اذا كانت العلاقات العامة ضعيفة، بالتالي أكيد يعني حكون المعلومات المرتدة سلبية. طبعا تتمثل مدخلات نظام العلاقات العامة بكثير من الشغلات، هنا طبعا الفريق اللي هو الذي يعمل، كذلك اللي هو الجهود المبذولة والعلاقات الطيبة والمستمرة وأطراف العلاقات الطيبة، كل هذه تعتبر ضمن مدخلات نظام العلاقات العامة. كذلك الأمر يعني من وظائف اللي هو العلاقات العامة، لو أجينا نتلمسها، هي بتحكي عن بحث والتطوير، تخطيط للعلاقات العامة، تنسيق ما بين اللي هم جميع المستويات داخل المنظمة وكذلك خارج المنظمة مع الجمهور الخارجي. إدارة العلاقات العامة مهم جدا فيما يتعلق موضوع له الإنتاج، متعلق منه إنتاج سواء الإنتاج الإعلامي، الإنتاج اللي هو العلمي، كلها تتعلق، هذا الشغل بده يكون شغل العلاقات العامة. طبعا برامجها طبعا هتكون وقائية وعلاجية. وقائية انه ما نقعش المؤسسة بأي ردات فعل سلبية اتجاه الجمهور الخارجي. علاجية، لو وقعت المؤسسة في اي ارتدادات سلبية بتحاول انها تعالجها وتحاول تجمل الصورة للرأي الخارجي. هناك طبعا مرتكزات ودعائم العلاقات العامة، أهم شيء الاستناد إلى أداء نافع، يعني بمعنى إذا كانت والله المؤسسة أداءها نافع، طبعا هذا بيعزز اللي هو عمل العلاقات العامة، المبادئة والمبادرة، هذا مهم جدا، يعني بمعنى تكون هي المبادرة العلاقات العامة في هذا الجانب، معلوماتها تكون صادقة طبعا اللي بتاخدها طبعا من اللي هو المؤسسة، الرأي العام هو المادة الخام اللي لازم تقتنصها اللي هو العلاقات العامة، وتحاول تبني ثقة وجسور ثقة بينها وبين الرأي العام. الصورة الذهنية للمؤسسة، كل ما كانت الصورة الذهنية طيبة للمؤسسة هذا بيساعد اللي هو عمل العلاقات العامة. العلاقات العامة لابد أن يمارس كل من يعمل بالمنظمة، بمعنى كل شخص ده حتى المراسل، حتى يعني أقل وظيفة هو لازم اللي هو يساعد في تحقيق اللي هو عامل العلاقات العامة. يعني العلاقات العامة وظيفة أساسية من وظائف إدارة الأعمال العليا، يعني مهم جدا حتى الإدارة العليا تكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات العامة. والعلاقات العامة طبعا خاصية ديناميكية متحركة، ما تثبتش على شيء معين. لو أجينا نحكي عن موضوع اللي هو تطور العلاقات العامة، العلاقات العامة منذ القدم والكل بينتهز كيف يعزز العلاقات، يعني حتى في القرآن الكريم لما يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هنا في علاقات بتتم، يعني الآن يعني من القرآن قبل 1435 سنة أخبرنا أنه فعلا هناك علاقات
لابد من اللي هو الأخذ بها. فطبعا في العصور الأولى البدائية طبعا كانوا يتعرفوا على بعض من خلال الزواج والصلح بين الناس، فكانت هذه بدايات اللي هو تعزيز العلاقات العامة. في عند قدماء المصريين اهتموا بالعلاقات العامة من خلال طبعا الترويج للحكام وللحروب والأخير، كل هذا طبعا كان لها دور كبير في هذا الجانب. طبعا فيما يتعلق موضوع اللي هو بعض الآراء بيحكي انه الرجال الدعايه انقاذا لهم من الاحتكار، الاول ايش قال؟ راى بعض المختصين في الدعايه ان النشر هو الطريق الوحيد لرجال الاعمال، يعني الواحد ينشر اللي هو الاعمال تبعته بالفاظ معسوله ومنمقه ممكن تساعد في موضوع اللي هو العلاقات العامه، لكن هذا طبعا الامر فشل. في ناس قالوا لا خلينا نستعين احنا باصحاب النفوذ واصحاب الراي، ممكن نستميل برضو ارائهم وبالاخير بحيث انه نعزز صورة المؤسسة. برضو أيضا هذه الأمور فشلت. ليش؟ لأنه الناس بلشت المعلومات تتواجد دائما بينهم، المعلومات صارت تزيد مش حكر على أحد، فبالتالي من الصعب أنه الآن أنه واحد يضحك على الثاني بشكل سهل. كذلك قالوا لك احنا والله ممكن رأي آخر ممكن نغدق المال وننزل المال بشكل كبير على اللي هو المجتمع، هذا ممكن برضو نستميل رأيه. طبعا هذه برضو اصبحت برضو فيها مشاكل، لكن بعد الحرب العالميه الثانيه نتيجه للاهميه للعلاقات العامه راست الدول المتحاربه ميزانيات ضخمه لها في العلاقات العامه. ليش؟ لانه بدنا الان اعلام قوي، بدنا طباعه تكون منشورات اخراج والوان، كل هذا طبعا ايش بيعزز اهميه العلاقات العامه في هذا الجانب. طبعا اسناد العلاقات العامه الى خبراء مختصين وشخصيات كبيره. طبعا لازم يعني اصبح الان في عندك بكالوريوس علاقات عامه، ماجستير علاقات عامه، في متخصصين في الدراسات العليا في العلاقات العامه، اذا اصبح اهتمام كبير في موضوع العلاقات العامه. فموضوع العلاقات العامه اصبح مهم جدا لما له من اهميه في تعزيز صوره المؤسسه لدى الراي العام سواء الخارجي او الداخلي داخل المؤسسه. لو نيجي مثلا اهداف العلاقات العامه، العلاقات العامه لها اهداف لازم بد ان تكون محدده وواضحه واقعيه ومرتبطه باهداف المؤسسه ككل، يعني بمعنى ما تشتغل العلاقات العامه بمعزل عن اهداف المؤسسه ككل. الاهداف الاساسيه للعلاقات العامه في جميع المؤسسات لابد ان تقدم اللي هو الرؤيه العامه للمؤسسه للجمهور الخارجي. لابد ان تفسر الاعمال والاتجاهات المؤسسه للجمهور. لازم تكسب اللي هو رضا او موافقه الجمهور على انشطه المؤسسه، بمعنى ما تشتغل المؤسسه بعيدا عن اللي هو رغبات الجمهور او راي الجمهور. طبعا لازم ترشد العلاقات العامه اداره او الاداره العليا بكيفيه اتخاذ القرار ورسم السياسات، لانه هي اكبر وحده او اهم وحده لها علاقه بالجمهور، فبالتالي هي راح تاخذ كل الفيدباك من الجمهور والتغذيه المرتده، وهذا طبعا فيما بعد حتنعكس لاتخاذ قرارات من داخل الاداره العليا. لكن لو اجينا في موضوع الاهداف اللي تسعى اداره العلاقات العامه لها، اول شيء دعم الصله مع اجهزه الاعلام، لازم يكون عندها علاقه مع اجهزه الاعلام ككل، لانه كل ما حسنت علاقاتها مع الاعلام هذا ما نتكلم بقوي مكانه المؤسسه اعلاميا. لازم تكسب اللي هو الرأي العام، تكوين صورة طيبة على المؤسسة لدى الجمهور الخارجي، لازم تعلم الكل بأهداف المؤسسة والمؤسسة وين رايحة والخدمات التي تقدمها المؤسسة وإيش الأنشطة التي تقوم بها. لازم تكسب ثقة الجمهور الخارجي والتعاون، لازم الجمهور الخارجي يتعاون مع المؤسسة بشكل كويس. ربط العاملين بعلاقات وطيده وايجاد روح التفاهم، اذا هذا داخل المؤسسه لازم تعمل علاقات طيبه بين المؤسسه العاملين. دعم العلاقه بين المؤسسه والاجهزه الاخرى، بما الان علاقه فوق كنا نحكي علاقه افراد، الان مؤسسه مع مؤسسه لازم تعززها العلاقات العامه. والعلاقات الانسانيه لازم تعزز داخل المؤسسه وتنشر الوعي داخل المؤسسه والتعاون المثمر بين العاملين والترابط بين الادارات والوحدات والاقسام داخل المؤسسه الواحده، وتنميه اللي هو المستوى الثقافي والاجتماعي للعاملين بالمؤسسه ورفع الروح المعنويه لهم. اذا هناك العديد من المهام التي تقوم بها والاهداف التي تقوم بها العلاقات العامه، فبالتالي يعني انشطه العلاقات العامه تقوم بدور المركزي الاعلامي للمؤسسه وتزويد الجمهور من خلال وسائل الاعلام بالحقائق والاراء وكل انشطه المؤسسه ورؤيتها ورسالتها.
جمع المعلومات عن مدى التغير في اتجاهات الجمهور نحو سياسات وأعمال مؤسسة. ما الكلام، لازم تكون طبعا حريصة على اتصال مستمر مع الجمهور، تاخذ التغذية المرتدة منه. تخطيط وإدارة أعمال البرامج الإعلامية الخاصة بالمؤسسة، إيش البرامج الإعلامية المؤسسة بتحاول يعني ترتبها. التنظيم الإداري للعلاقات العامة، الآن أصبح الهيكل التنظيمي أو وحدة العلاقات العامة أو قسم العلاقات العامة أو دائرة العلاقات العامة حسب ما تسميها المؤسسة، أصبحت مركزها الرئيسي في الهيكل التنظيمي اللي هو تابع لرأس الهرم. ليش؟ لأنه بدأت تدافع عن المؤسسة، بدأت تعرف كل أخبار المؤسسة حتى تستطيع أن توصلها للآخر، حتى تدافع عن المؤسسة لدى المؤسسات الأخرى وتدافع عن العاملين كذلك الأمر داخل المؤسسة. فبالتالي هناك من فنون وأساليب العلاقات العامة، يعني لو أجينا نشوف هذا الشكل اللي مرتبط برضه بالعلاقات العامة، الآن حنجي، لكن الآن الموضوع اللي هو مهام العلاقات العامة، زي ما حكينا يعني في بعض المختصين قالوا ممكن العلاقات العامة يكونها إيش؟ 7 وحدات: إدارة العلاقات الإعلامية داخل المؤسسة، إدارة الشؤون العامة للمؤسسة، الشؤون القانونية والداخلية، وإدارة النشاطات والتصميم. إذا كل ما يتعلق بهذا الجانب، يعني لابد أن يكون هذه وحدات صغيرة داخل اللي هو العلاقات العامة. لكن لو اجينا فيما يتعلق موضوع خطوات اللي هو العلاقات العامه، لو اجينا هنا لهذا الشكل بيحكي عن خطوات العلاقات العامه. اول شيء البحث والتحري، من هو الجمهور اللي احنا بنتعامل معه، كيف احنا نصل له، ايش المعلومات اللي لازمه، كذلك الامر التخطيط، كيف نحط اهدافنا طويله الاجل قصيره الاجل، ايش البرامج العلاقات العامه، كيف بدنا ننفذ هذه الاهداف وهذه اللي هو البرامج، كيف احنا بدنا نقيس هذه الاهداف، هل تم تحقيقها ولا، كيف احنا بدنا نقيمها، كذلك كيف بدنا نوثق هاي اللي هو الانشطه التي تم انجازها. موضوع اللي هو مواصفات رجال العلاقات العامه، طبعا هذا مهم جدا، يعني لازم يكون رجل العلاقات العامه شخصيه ذو كاريزما عاليه، متخصص، يستطيع أن يبني الاحترام والتقدير بين العاملين وبين المؤسسة والآخرين. إذن هذه مهمة جدا في هذا الجانب، أن يكون متخصص اللي هو رجل العلاقات العامة. لكن لو أجينا لموضوع اللي هو البحث والتطوير، طبعا هذا مهم جدا، أصبحت كل المؤسسات تهتم بهذا البحث، يعني دائما يكون يعني دائما جنب العلاقات العامة أو في نفس بوكس العلاقات العامة بتلاقي اللي هو ريسيرش اند ديفلوبمنت، هذا الار ان دي، هذا مهم جدا في موضوع اللي هو تطوير المؤسسة والمحافظة على الميزة التنافسية للمؤسسة. طبعا هذا القسم يبحث دائما فيما هو كل جديد، فيما هو كل منافس للمؤسسات الأخرى، فبالتالي يعد نشاط البحث والتطوير هو المغذي الرئيسي للإبداعات التكنولوجية وخاصة في المؤسسات الكبيرة. إذن كل المؤسسات الكبيرة أصبحت تهتم اهتماما كبيرا في موضوع اللي هو Research and Development. يعني أتمنى أن أكون طبعا قد أوصلت فكرة عامة عن هذا الفصل، طبعا لكن بإمكانكم طبعا مراجعة كل ما هو ما بين السطور من هذا الجانب، ولكن بشكل عام استطعنا أن نوصل فكرة عن الفصل التاسع اللي بيحكي عن إدارة العلاقات العامة والبحث والتطوير. طبعا مهم جدا أنه كل إنسان فينا أنه يحاول يعني ينمي علاقاته ويطورها ويحاول